بتاعت الهيئة العربية التصنيع اللي بيصنعوا الجيب. ممتاز. طب فدي كانت بيجو. هسألك سؤال، هل شايف ان احنا كدولة ممكن ننافس يعني بعض الدول بدأت المشروع ده زي المغرب وزي اعتقد تركيا بتعمل الموضوع ده دلوقتي، ان هم بدأوا يصنعوا العربية متكاملة، ان هو عنده مصانع كاملة وخطوط انتاج وبدأ يصدر، وده طبعا بيفيد الاقتصاد الوطني للدول دي. هل حضرتك شايف ان احنا ممكن ندخل ننافس في الصناعة دي، وايه المعوقات مثلا بتاعت حاجة زي كده؟ ده بص سؤال اكيد جدا. طبعا احنا، انا هقول لك على حاجه يا محمد. انا وقت لما كنت في المجال بتاع تصنيع العربيات في مصر كان في حاجه و20 شركه بتجمع عربيات في مصر، يعني ما كانش جنرال موتورز وبيجو بس، كان معظم العربيات اللي موجوده في مصر تجميع محلي. كانت شركه النصر للسيارات لسه شغاله تعمل الشاهين والدوجان لو تفتكر. عارف كان في عارف الاسم. كان في سوزوكي، كان في هيونداي، كان في مازدا، كان ميتسوبيشي، كانت عربيات كتيره جدا بتتجمع في مصر. كان حاجه و20 مصنع بيجمع ما بين اتوبيسات وعربيات نقل وملاكي في مصر وموتوسيكلات فالوقت ده كان وقت ثري جدا في تجميع وتصنيع العربيات. ما كانش في عربيه صناعه مصريه من الالف الى الياء بتصميم مصري، بس كنا خدنا خطوات كبيره جدا في عمليه التجميع، وخدنا خبرات قويه جدا، ومرسيدس وبي ام دبليو وكل ده كان بيتجمع في مصر في الوقت ده. بدأ يحصل دروب في سوق تصنيع وتجميع السيارات شوية شوية مع بداية الـ2000. إنما إحنا لو كنا كملنا أكيد كان المفروض نبقى معديين المغرب وبلاد تانية كتير يعني.